لا يا شيخ، سامحني سؤال واحد آخر. عندي أخ معناها مرة يصلي إن شاء الله ربي يهديه، ادعو له يا بالله يا رب شيخ، يهدي يهدي يهدي. مرة يصلي مرة يترك، معناها الله يصلح. نوصله ولا نقطعه؟ خطر لا صله، إذا كانت الصلة تجدي صله، إذا كان الهجران يجدي اهجر على حسب حال هذا الشخص، وذكره بصورة الماعون. تحفظ صورة الماعون؟ أي أرأيت الذي، تحفظها؟ أي أرأيت الذي، أي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله يحسن إليك ويعافينا وإياك وذريتنا وذريتك. أشكرك، بارك الله فيك، أشكرك على حرصك على دينك. الحمد لله أن تونس فيها ناس تحرص على دينها. بارك الله وفيك. فيك.